نشوف بقى ايه رأي الناس لشاركت قبل كده، مظبوط، ايه رأيك؟ يا ريت. انبسطوا ولا لا، ويحبوا يشاركوا تاني وارائهم ولا لا؟ نحب هناخد بقى ارائهم. استاذ كرم السنجاري من دولة العراق الشقيقة، أيه. منورنا. اهلا يا استاذ كرم، منورنا، كل سنة وانت طيب. سنة سعيدة عليك اهلا يا رب وسهلا، وعلى كل اهل العراق. شكرا جزيلا على هاي الفرصة، وسنة سعيدة عليكم إن شاء الله، ويا رب تكون سنة خير وتقدم وتطور على بلدنا الثاني مصر. يا رب دائما. انا عايز اسالك عن تجربتك ومشاركتك في منتدى شباب العالم، لو يعني هل حضرتك استفدت منها؟ هل تحب تكرر التجربه دي تاني؟ وبعرفك كمان معايا صديقي العزيز المذيع عبد الرحمن عرام، وكان هو ايضا واحد من التجارب الناجحه في مصر، فبنرحب بيك احنا الاثنين مره تانية. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. بصراحه هي منتدى شباب العالم واحد من اروع وافضل التجارب على مستوى العالم. انا شاركت في الدوره الثانيه، كان سنه 2018، وشاركت في الدوره 2019. بصراحه دورتين يعني. 2018، اي نعم، في سنة 2018 شاركت، كانت واحدة من أهم الندوات اللي هي إعادة بناء المجتمعات بعد الحروب والأزمات. أنا من مدينة الموصل، ومدينة الموصل هي عاشت واحدة من أكبر الحروب والأزمات. المعلومات اللي استفدت من عندها واللي أخذتها في هذه الورشة انعكست إيجابا على كثير مشاريع نفذناها في داخل مدينة الموصل، وكانت تأثيرها إيجابا على باقي الشباب. منتدى شباب العالم هو أسهل حلقة ممكن أنت تتواصل بها مع قصص النجاح وصناع القرار والناس الملهمين. قبل مشاركتي في منتدى شباب العالم كان تفكيري شيء، وبعد مشاركتي كان تفكيري شيء آخر. سبب مشاركتي في سنة 2018 ولما رجعت للعراق لمدينتي، حكم شبكة العلاقات اللي قدرت أبنيها خلال تواجدي في منتدى شباب العالم، قدرت أحصل تمويل لمشروعي، قدرت أعيد صياغة مشروعي. هذا طبعا كله بسبب أنه السبب الأول والأخير والفضل يعود لمشاركتي في منتدى شباب العالم. واضح من حضرتك أن استفدت كتير من خبرات من المشاركة في المنتدى، يعني يا ريت تعرف ان اعرف من حضرتك نعم. اهم الخبرات صراحة ديت. احنا كشباب خصوصا من مدينه الموصل ومحافظه نينوى في شمال العراق، قبل احداث قبل سيطره تنظيم داعش الارهاب على مدينه الموصل، كنا شبه مغيبين عن العالم. لما شاركت في منتدى شباب العالم شفت تجارب شباب مصريين كيف نجحوا في صنع شيء من اللا شيء، كيف استطاعوا يتغلبون على التحديات، شلون يبدون مشاريعهم الخاصة. التنوع الجميل اللي كان موجود في منتدى شباب العالم، حسب ما أتذكر في سنة 2018 كان مشارك أكثر من شباب من أكثر من 126 دولة. هذا الشيء خلاني أبني شبكة علاقات، أتعلم تجارب، أسأل. هذا الشيء كله خلى أنه أثقل الخبرات اللي عندي، وانعكست على مئات الشباب من اللي موجودين في محافظة نينوى. طبعا بالدورة 2019 والدورة الحالية، كثير شباب، أنا يمكن نشرت على صفحتي على الفيسبوك أكثر من 15 منشور، أحرض الشباب أن يشاركون ويقدمون، لأن هاي فرصة ما تكرر. الصراحة أنا شخصيا أنتظر المنتدى من سنة إلى سنة. 2020 كنت كلش حزين أنه ما كان أكو منتدى شباب العالم بسبب جائحة كورونا، لكن كنت كلش سعيد لما شفت نزل الابلكيشن مرة ثانية وبدينا نقدم، وبدينا يمكن أكثر من 50 شخص أنا على إيدي من مدينة الموصل خلتهم يقدمون، وكلش فرحت لما شفت إنه كثير شباب كنا إداهم الإيميل إنهم قدموا وراح يساعدون ويشاركون بالمنتدى. جميل قوي. طب أنت شاركت في نسختين، هل حسيت انه في تقدم من نسخه للثانيه؟ يعني نسخه 2018 كانت افضل مثلا 2017، وايه اللي نفسك تشوفه كمان في المنتدى السنه دي؟ الصراحه الشيء الجميل اللي لمسته بالنسختين،
ان المحاور اللي شاركت بيها واللي كانت موجوده في سنه اختلفت كليا، ما صار اكو تكرار نفس المحاور. والشيء الجميل اكثر انه اكو مواكبه بالسنين وبالمحاور اللي عليه عرض وطلب بالسوق. اليوم مثلا الموضوع اللي راح يتطرقوا له بهاي النسخه راح يكون اكو تطرق الموضوع الشباب ورياده الاعمال، واحنا نعرف اليوم اكو توجه كبير من الشباب على رياده الاعمال. هذا الشيء الجميل اللي موجود بالمنتدى انه ما اكو تكرار، انت كل ما تشارك كل ما تحصل على معلومات اكثر، راح تحصل على تفاصيل اكثر، تحصل على علاقات اكثر. الناس اللي شفتهم بالدوره الثانيه مختلفين عن الناس اللي شفتهم بالدوره الثالثه، هذا خلاه يوسع معرفتي ويوسع شبكه العلاقات اللي عندي. مظبوط، جميل جدا. احنا بنشكرك وان شاء الله نشوفك قريب في مصر تاني. العلاقات ما بين مصر والعراق علاقات تاريخيه وعميقه وكبيره، والرئيس السيسي كان في زياره لبغداد قريب وبيسعى فيها لتطوير الانشطه المختلفه ما بين العراق ومصر، وحرصه على شباب العراق ايضا على المشاركه السياسيه وتقديم فرص للتنميه الحقيقه اللي تساعد كمان كل ابناء شعب العراق الشقيق بعد الالام اللي مر بيها. وكريم من مدينه الموصل الحقيقه اللي كان ايضا واحده من محاور منتدى شباب العالم هي كيفيه مواجهه الارهاب.